هذه نشرة الأخبار من قناة سما الفضائية، أهلا بكم. والبداية من العناوين: انطلاق الاجتماع 17 بصيغة أستانا، والوفد السوري يعقد لقاءات ثنائية مع وفود روسيا وإيران والأمم المتحدة. العدوان السعودي يقطع تواصل اليمن مع العالم الخارجي عبر مطار صنعاء الدولي بعد تدميره بشكل كامل. بوتين يعرب عن قلق بلاده من تحركات الناتو قرب حدودها، ويؤكد استعداد موسكو للرد بقسوة على أي خطوات عدائية. عقد وفد الجمهورية العربية السورية إلى مسار أستانا اجتماعا ثنائيا مع الوفد الروسي في إطار الجولة 17 التي تعقد في العاصمة الكازاخية نور سلطان. وأكد رئيس الوفد السوري إلى الاجتماع معاون وزير الخارجية الدكتور أيمن سوسان أن الاحتلالين الأمريكي والتركي وسياساتهما التخريبية هي السبب الأساسي في معاناة السوريين وإطالة أمد الأزمة، وشدد على أهمية الضغط على النظام التركي لإرغامه على تطبيق مخرجات أستانا ووضع حد لوجوده اللاشرعي في سوريا، كما عبر عن موقف سوريا الرافض لإدخال المساعدات عبر حدوده. من جانبه جدد رئيس الوفد الروسي ألكسندر لافرتييف التأكيد على رفض بلاده المساس بسيادة ووحدة الأراضي السورية. وكان الاجتماع الدوري بصيغة أستانا انطلق اليوم ويستمر حتى يوم غد. كما عقد الوفد السوري لقاء مع وفد الأمم المتحدة الذي يتمتع بصفة مراقب في عملية أستانا برئاسة نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا خول مطر. وشدد سوسان خلال اللقاء على أهمية أن تكون إحاطات المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا موضوعية وحيادية، وأن تصف الوقائع كما هي حفاظا على مصداقية الأمم المتحدة. وأكد استعداد سوريا للاستمرار في بذل كل الجهود لإنهاء معاناة المفقودين والمختطفين لدى التنظيمات الإرهابية، موضحا أن النظام التركي يضع العقبات أمام إنهاء هذه المأساة. بدورها أكدت مطر تقديرها الكبير للجهود التي تبذلها الدولة السورية وما أبدته من تعاون مع المنظمات الدولية لوضع حد لمعاناة المختطفين. كذلك التقى الوفد الروسي بالوفد الإيراني برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي، وتناول اللقاء تنسيق مواقف الوفدين إزاء الوضع في سوريا، وبحث النقاط المدرجة على جدول أعمال الاجتماع. وفي تصريحات صحفية أكد رئيس الوفد الروسي ألكسندر لافرنتييف أن النظام التركي لا يفي بالتزاماته بموجب الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار أستانا وخلال لقاء الرئيس بوتين ورئيس النظام التركي، مشيرا إلى أن هذا التراخي أدى إلى ازدياد للهجمات الإرهابية. لا يمكن إلا أن يثير قلقنا ازدياد اعتداءات التنظيمات الإرهابية ليس في شمال سوريا فحسب، بل وفي عموم أراضيها أيضا. الجانب التركي لا ينفذ التزاماته بالكامل بموجب الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الرئيسين الروسي والتركي في آذار عام 2020. روسيا تسعى لاتخاذ خطوات لتصحيح هذا الوضع. نأمل بأنه سيتم في كانون الثاني المقبل عقد الدورة الدورية السابعة للجنة مناقشة الدستور في سوريا، وأن تتمكن الأطراف السورية خلال هذه الجلسة من التوصل إلى حل. شدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ على موقف سوريا الرافض لآلية إدخال المساعدات عبر الحدود والذي تصر عليه الدول الغربية، مؤكدا خلال كلمة له في مجلس الأمن أن هذه الآلية تمثل انتهاكا لسيادة سوريا، كما تحمل الكثير من العيوب والمخاطر لجهة وقوع المساعدات في أيدي التنظيمات الإرهابية. فيما يتعلق بتعزيز شفافية وكفاءة آلية العمل عبر الحدود، تجدد بلادي التأكيد على موقفها المبدئي الرافض لهذه الآلية المسيسة لما تمثله من انتهاك صارخ لسيادة واستقلال ووحدة وسلامة الأراضي السورية وللعيوب الجسيمة التي طغت على عملها،
وفي مقدمتها الإخفاق في ضمان وصول المساعدات لمستحقيها وليس للتنظيمات الإرهابية. إنما أكده تقرير الأمين العام حول وجود مخاطر قائمة تتعلق بالعملية الإنسانية عبر الحدود يثبت وجاهة موقفنا من هذه الآلية، إذ أشار التقرير إلى حقيقة أن العملية تدار عن بعد، وأن هذا الجزء من المنطقة المخدمة يخضع لسيطرة سلطة محلية يعتقد على نطاق واسع أن لها علاقة وثيقة مع جماعة مسلحة من غير الدول صنفها مجلس الأمن على أنها جماعة إرهابية، مما يؤكد إمكانية سيطرة تلك التنظيمات الإرهابية على المساعدات. وفدي يعبر عن استغرابه من المبالغة الواردة في التقرير بشأن أعداد المحتاجين في الشمال الغربي، ويعتبر توصيف التقرير للعمل من الداخل على أنه مجرد مكمل وليس بديل عن العمل عبر الحدود غير موضوعي، ويستند إلى تقييمات غير واقعية. فالوقائع أثبتت أن التعاون الجاد والصادق مع الحكومة السورية وتعزيز العمل عبر الخطوط كفيل بتحقيق الأهداف المرغوبة وتجنب المخاطر والعيوب المرافقة لآلية عبر الحدود. من جهته وخلال الجلسة ذاتها، أعرب نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي عن قلق بلاده من مواصلة الإرهابيين في إدلب عرقلة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2585 والمتعلق بإيصال القوافل الإنسانية للمحتاجين، داعيا لوجود تأمينا دوليا لنجاح هذه العملية. إيصال المساعدات الإنسانية إلى إدلب الخاضعة للإرهابيين في ظل غياب آليات توزيعها يشكل مصدر قلق لروسيا. شحنة المساعدات التي تم تسليمها من حلب إلى سرمدة في محافظة إدلب في آب الماضي لم يتسنى توزيعها على سكان المحافظة إلا خلال الشهر الجاري. مخاوفنا تتعلق بما يحدث مباشرة في إدلب التي سيطر عليها الإرهابيون الذين قهروا جميع مجالات حياة الناس بما في ذلك حرية تنقلهم. هناك حاجة ملحة لتأمين دولي تابع للأمم المتحدة في المنطقة، الأمر الذي سيساعد على زيادة الثقة في آلية التوزيع. استمرت في مركز التسوية في مدينة الميادين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء المحافظة، وحسب مراسل سما فإن المركز شهد إقبالا ملحوظا في اليومين السابقين، وأن المئات توافدوا وتم تسوية أوضاعهم بسهولة ويسر، وهم من أبناء المدينة والقرى والبلدات المحيطة بها ومناطق الجزيرة. هذه التسوية التي جاءت ضمن مكرمة قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد والتي خص بها أبناء محافظة دير الزور، طبعا هذه المكرمة شهدت إقبالا كبيرا، وهذا ما لمسناه من خلال توافد الأخوة في الجزيرة السورية إلى مراكز التسوية، وكل الشكر لأعضاء لجنة التسوية الذين عكسوا ارتياح لدى القادمين لتسوية أوضاعهم من المعاملة الحسنة. جيت عشان أسوي مصالحة، عشان أسوي وضعي، بدي أزبط وضعي عشان أرجع أخدم جيش. مكرمة من سيادة الرئيس كويسة، وننصح كل واحد يجي يسوي تسوية ممتازة. تخلف عن الجيش وحابب أخدم الوطن زي ما حتعرض لنا طريق سالم. لا، جاي من الرقة وامور سلسه، يعني جاي مشان اسوي تسويه مشان تخلف الجيش. انا جاي من الصبخه، جاي اعمل وضعي هون عند الشباب، وبنشكر سياده الرئيس على هالمكرمه اللي عملنا اياها. مشان اسوي تسويه جيت من شمال الرقه شي 100 كيلو متر من الحدود التركيه، صار لي 18 يوم نهار طبيت هنا اللجنه الامنيه كانت منتقله على البوكمه، والحمد لله انهم رجعوا وجيت اسوي اصلح وضعي وارجع على بيتي وارجع لي. تسوي وضعي حاليا والحمد لله رب العالمين. نشكر السيد الرئيس على المكرمة الطيبة من عنده. ننصح كل واحد عليه مشكلة أو عليه شيء، أي مشكلة كانت يعود لحضن الوطن ويسوي وضعه. عندي خدمة إلزامية وجاي على مكرمة السيد الرئيس، والحمد لله مشان أرجع وأخدم الخدمة الإلزامية ونرجع ونقعد.
داهمت جماعة إرهابية تابعة للاحتلال التركي قرية مختلة في ريف الحسكة الشمالي وحاولوا اقتحام عدد من المنازل فيها قبل أن يتصدى لهم الأهالي. مصادر محلية أكدت أن إرهابيين من ميليشيا السلطان مراد وميليشيا فرقة الحمزة داهموا القرية الواقعة غرب مدينة رأس العين وأطلقوا الرصاص بشكل عشوائي باتجاه الأهالي لترهيبهم، وحاولوا الاستيلاء على عدد من المنازل لتحويلها إلى مقرات وسجون لهم. وبينت المصادر أن الأهالي خرجوا إلى الشوارع وتصدوا لهؤلاء المرتزقة ورشقوهم بالحجارة وطردوهم من القرية. تشهد سجون الاحتلال الإسرائيلي توترا متزايدا بعد عملية الثأر للأسيرات المعزولات التي نفذها أحد الأسرى الفلسطينيين في سجن نفحة بطعنه ضابطا في شرطة الاحتلال داخل السجن. إلى ذلك واصلت قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اعتقال بحق الفلسطينيين، حيث اقتحمت خلال الساعات مدينة البيرة وبلدة الزبيدات شمال أريحة وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت شابا وسيدة، كما اعتقلت شابا أثناء مروره على حاجز في بيت لحم. دمرت غارات العدوان السعودي ما تبقى من تجهيزات في مطار صنعاء الدولي لتخرجه من الجاهزية بشكل كامل وتغلق المنفذ الأخير الذي يربط اليمن بالعالم الخارجي نتيجة الحصار السعودي المطبق عليه برا وبحرا وجوا، فيما يطالب اليمنيون المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوضع حد لجرائم النظام السعودي. أكثر من 6 سنوات على الحرب السعودية على اليمن، ضحايا ومصابون بالآلاف وتدمير للبنى التحتية والمنازل والأسواق، مترافق مع حصار بري وبحري وجوي يمنع كل أسباب الحياة عن اليمنيين. كل ذلك يرتبط باستراتيجية العدوان السعودي الذي يقوم على منع المساعدات والسلع الأساسية من بلوغ المدنيين. أفقر بلدان الشرق الأوسط المعتمد على طعامه ودوائه ووقوده المستورد جوياً بسبب إغلاق منافذه البرية والبحرية تزداد مأساته اليوم بإعلان الهيئة العامة للطيران المدني خروج مطار صنعاء الدولي عن الجاهزية بعد استهدافه بشكل مباشر من قبل قوات النظام السعودي بعدة غارات جوية دقيقة. استهداف يراد به إعاقة المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني وعرقلة رحلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، بحسب وكيل الهيئة العامة للطيران المدني رائد جبل الذي اتهم القوات السعودية أيضاً بتجاهل كل المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تجرم استهداف المطارات المدنية، وطالب الأمم المتحدة بالتحرك الفوري لإيقاف هذا الاستهداف الممنهج للمطار الذي يعيق تحركاته، فيما اعترف المتحدث باسم قوات العدوان باستهداف مطار صنعاء الدولي زاعماً أن الطيران السعودي نفذ عملية محدودة لأهداف تابعة لأنصار الله تساهم في الأعمال العسكرية. مطار صنعاء الدولي الذي يتحكم التحالف السعودي الأمريكي بأجوائه يعتبر ممراً رئيسياً للكثير من المساعدات إلى بلد فقير غارق في نزاع على السلطة ومهدداً بمجاعة كبرى جراء مواجهة حوالي 20 مليون يمني فيه نقصاً حاداً في الغذاء، وفي حال ضياع هذا المنفذ دون أي تحرك من المجتمع الدولي فإن المجاعة ستجتاح اليمن خلال فترة وجيزة دون أدنى شك. و
وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في زيارة تضع ملف إيران على رأس أولوياتها لبحثها مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في وقت تشهد المفاوضات النووية عرقلة أمريكية مقصودة للتوصل إلى رأي موحد مع كيان الاحتلال الذي يميل لنسف الاتفاق وذهاب نحو شن حرب مع إيران. الحديث عن مسار المفاوضات النووية المعلقة يتوازى مع تراشق الاتهامات المتبادلة بعرقلة التفاوض بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول 4+1. عناوين مختلفة للمباحثات تحمل في طياتها مطالب عديدة، والجانب الإيراني يبدي التزامه بكل ما يخلص إلى التوصل للاتفاق، ومبادرة استبدال كاميرات منشأة كرج قبل أيام خير دليل على ذلك، على أن يتم الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات إلى حين التوصل لاتفاق. إذا ما جاء الطرف الآخر بمقترحات عملية وجادة يمكن التوصل لاتفاق في أقرب وقت، وإيران ملتزمة بالقرارات الدولية بشأن برنامجها النووي ووكالة الطاقة الذرية على اطلاع بتفاصيله. الملف الإيراني الطبق الساخن الذي لم يبرد. يجمع من جديد جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي مع نفتالي بينيت رئيس وزراء الاحتلال على طاولة واحدة لبحث تداعيات هذا الشأن المقلق لهم، زيارة سبقها تهديد إيراني شديد اللهجة عبر مناورات عسكرية فوق مفاعل بوشهر وسط تحذيرات من الحرس الثوري الإيراني برد ساحق على أي اعتداء. وزيارة الأمريكية لإسرائيل تؤكد بأنها ستحافظ على أمن وسلامة طفل واشنطن المدلل. اجتماعات صهيو أمريكية مستمرة، الظاهر منها خلافاً في وجهات النظر حول الاتفاق النووي مع إيران، الكابوس الذي لم يفارق الذهن الإسرائيلي الذي يسعى وباستمرار للضغط على طهران وتهديدها بضرب منشآتها النووية. نظراً لوضعها الداخلي الصعب تصل إيران لمفاوضات فيينا بدون أوراق مساومة، إنها تحاول اللعب على عامل الوقت، وعليه ينبغي تحطيم استراتيجيتها القائمة على كسب الوقت. نعمل على تعميق التعاون الدولي، وأنا متأكد أن العمليات السرية والعلانية ستوسع بأقرب وقت وبطرق متنوعة. الأمر الذي لا يخفى أن تل أبيب لم تتجرأ على المبادئة بأي ضربة عسكرية، لأنها تعلم المصير الذي ينتظرها، والذي سيحول أمطار شتائها إلى صواريخ تنهمر عليها بغزارة. لذا لجأت لسياستها الاستفزازية ضد طهران، لتخرج بعد مقربة سنتين على اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني الشهيد قاسم سليماني، وتعترف على لسان رئيس هيئة الاستخبارات السابق بجيش الاحتلال تامير هايمان أن تل أبيب شاركت في اغتياله. تصريح كهذا في وقت حساس كالذي يصب الزيت على النار ويشعل فتيل الأزمة والتصعيد أكثر فأكثر. أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قلق بلاده من المناورات التي يجريها حلف الناتو قرب حدودها ونشر الدرع الصاروخية في شرق القارة الأوروبية، وأكد خلال اجتماعه بقادة الجيش أن روسيا تريد ضمانات أمنية طويلة الأمد من الغرب وليس وعودا شفهية. روسيا قلقة من مناورات الناتو قرب حدودها ونشر الدرع الصاروخية الأمريكية في شرق أوروبا. نحن نريد ضمانات أمنية قانونية طويلة الأمد من قبل الغرب وليس وعودا شفهية. روسيا لا تطالب لنفسها بوضع أمني خاص، وإنما بأمن عام موحد، ونملك كل الحق بالدفاع عن أمننا، وسنرد بقسوة على أي خطوات عدائية بحقنا. لقد سئمنا من مناورات الولايات المتحدة في مجال القانون الدولي. سأطلب من وزارة الدفاع إجراء تعديلات على خطط التدريبات العسكرية لعام 2022. من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها تنتظر رداً رسمياً من الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو على مسودة مقترحات الضمانات الأمنية التي قدمتها موسكو منذ أيام بهدف تخفيض التوتر في أوكرانيا. وأكدت الخارجية الروسية في تصريحات اليوم أن إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا سيؤدي فقط إلى تصعيد الوضع في العلاقات مع روسيا، وقالت في السياق: نعول على تفهم الولايات المتحدة عواقب إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا. هذا وكانت الخارجية الأمريكية طالبت مواطنيها أمس بعدم السفر إلى أوكرانيا.
كشف رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أنه قد يتم استئناف حركة النقل بالسيارات بين أرمينيا وأذربيجان كخطوة من خطوات تطبيع العلاقات وفقا لنتائج الاجتماع الأخير مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في سوتشي الروسية بحضور الرئيس فلاديمير بوتين. وأشار باشينيان إلى أن اجتماع سوتشي واجتماع بروكسل الذي التقى فيه علييف قبل أيام بوساطة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أديا إلى إمكانيات التوصل إلى اتفاق مع أذربيجان بشأن استئناف حركة النقل بالسيارات. وقال باشينيان إن الطرفين توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن استئناف الاتصالات بالسكك الحديدية. وشهدت العلاقات بين البلدين الجارين توترا دمويا خلال الحرب التي وقعت العام الماضي وأدت إلى مقتل وجرح الآلاف. أعلنت الخارجية الإيرانية وفاة السفير الإيراني لدى اليمن حسن إيرلو صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وكانت إيران استعادت سفيرها من العاصمة اليمنية صنعاء قبل يومين بالتعاون مع العراق، وعلى الرغم من الحصار الذي يفرضه النظام السعودي على المنافذ اليمنية، وذلك بعد تردي حالته الصحية إثر إصابته بالفيروس. وكان سفير إيرلو عمل بالشأن اليمني في وزارة الخارجية الإيرانية مع بدء الحرب السعودية على اليمن عام 2015 قبل أن يعين سفيرا في صنعاء عام 2020. توقع رئيس الجمعية الألمانية متعددة التخصصات للعناية المركزة وطب الطوارئ جيرنوت ماركس أن يصبح متحور أوميكرون هو السائد في البلاد في غضون أسابيع قليلة. وقال في حديث صحفي: نرجح أن أوميكرون سيكون متحورا مهيمنا في ألمانيا من منتصف إلى أواخر الشهر المقبل. وكان وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ أكد في وقت سابق أن سلالة أوميكرون ستطلق موجة خامسة هائلة من وباء كورونا. بمناسبة اقتراب أعياد الميلاد المجيدة، أضاء مجلس مدينة الحسكة وفرع اتحاد الطلبة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والهيئات الدينية شجرة الميلاد في ساحة السيد الرئيس وسط المدينة بحضور رسمي وشعبي. تتجاوز الحسكة آثار وجود الاحتلالين الأمريكي والتركي على أرضها وتمضي نحو الحياة والفرح عبر إضاءة شجرة الميلاد ومبادرة لتزيين شوارع المدينة لتلبس ثوب العيد بجهود رسمية وشعبية. في ذكرى ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام، نبارك للأخوة المسيحيين في محافظة الحسكة وللأخوة الإسلاميين والإسلام والكرد، وباسمهم جميعا نبارك للسيد الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد في هذه الذكرى. ولا شيء نقول، لا شيء يمنعنا من أن نقيم كل احتفالاتنا وأن نمارس كل دورنا كدولة ولو كنا في منطقة حيزها الجغرافي إلى حد ما ضيق، ولكن نحن نعلم والجميع يعلم أن حيز محافظة الحسكة بالكامل 23,334 كيلومتر مربع هي ملكا للدولة السورية. مجرد الوقوف في هذه الساحة هو البقاء والتحدي لكل الاحتلالات الموجودة في هذه المنطقة، بأننا عازمون على النصر، بأننا سوف ننتصر بهمة شعبنا وجيشنا وقائدنا السيد الرئيس بشار حافظ الأسد. هالعيد هو عيد مميز للمسيحيين، ولكن بالتآخي والمحبة الموجودة هون بالحسكة بنحس كلنا سوا عم نعيش العيد سوا ومشتركين فيها. وتركت مبادرات مجلس المدينة واتحاد الطلبة ومشروع سوا للشباب أثرا جماليا على المدينة وشوارعها، ما أعطاها شكلا مختلفا. تم أطلاق شجرة الميلاد، شجرة رأس السنة المباركة، آملين أن تكون هذه الشجرة شجرة خير لأهالي مدينة حسكة ولكل سوريا والعالم أجمعين. هي رسالة سلام، رسالة قوة، لأنه هنا سوريا، هنا التاريخ اللي يجمع كل الطوائف وجميع الأديان. حبينا أنه نحن نعايد جميع طوائفنا ونقول كل عام وهم بألف خير. غرض من هاي المبادرة إطفاء طابع حضاري وجمالي لوسط مدينة الحسكة كشارع استراتيجي وحيوي، ولتحريك الفعاليات الاقتصادية والتجارية المتواجدة في هذا الشارع. وتفاعل الأهالي مع هذه المبادرات مع أمنيات متجددة بالأمن والسلام والاستقرار لعموم البلاد.
نتمنى ان تكون سنه طيبه على الجميع يعني وحلوه يعني، ونتمنى الخير لكل العالم ان شاء الله. سنه خير دائما علينا كلياتنا، ونتمنى انه راح نصير دائما احسن. راح الاجواء حيل حلوه يعني، وان شاء الله تكون سنه خير وسعاده على سوريا وشعب سوريا. كل عام وانتم بخير وسوريا بخير وبشار الاسد بألف خير. تفتتح الحسكة شريط احتفالاتها بأعياد الميلاد ورأس السنة لتؤكد تمسكها بالحياة والفرح رغم كل الظروف. أيهم مرعي لقناة سما، مدينة الحسكة. وقبل الختام تذكير بأهم العناوين. انطلاق الاجتماع 17 بصيغة أستانا، والوفد السوري يعقد لقاءات ثنائية مع وفود روسيا وإيران والأمم المتحدة. العدوان السعودي يقطع تواصل اليمن مع العالم الخارجي عبر مطار صنعاء الدولي بعد تدميره بشكل كامل. بوتين يعرب عن قلق بلاده من تحركات الناتو قرب حدودها، ويؤكد استعداد موسكو للرد بقسوة على أي خطوات عدائية. ختام النشرة مشاهدينا، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.